هنا أحلام بالخلاص من واقع مظلم يبتلعها البحر، فتغدو جثثا تتقاذفها الأمواج. كارثة إنسانية جديدة تطفو على شواطئ طرطوس غربي سوريا، خلفها غرق زورق انطلق من لبنان وكان على متنه أكثر من 120 مهاجرا غير نظامي، أغلبهم من اللبنانيين والسوريين. المأساة التي خلفت حالة من الأسى والحزن والغضب يقول كثيرون إنها لم تكن الأولى وبالطبع لن تكون الأخيرة، ففي شهر نيسان الماضي أسفر غرق مركب لبناني آخر يحمل مهاجرين قبالة طرابلس عن مصرع 6 أشخاص وفقدان نحو 38 آخرين، ما أثار استياء شديدا في البلد المتأزم وسط دعوات لفتح تحقيق. نظرة أعمق تقود إلى حقيقة مفادها أن أزمة اللجوء عبر البحر ستستمر مع بقاء ذات العوامل الطاردة ونفس السلطات التي لم توفر الحد الأدنى للعيش بكرامة للسكان وانسداد الأفق الذي يدفع الشباب لركوب البحر بحثا عن حياة أفضل، والذين غالبا ما تكون وجهتهم جزيرة قبرص. ففي لبنان الذي يغرق سكانه ببحر من الأزمات المركبة، لا تزال الطبقة السياسية التي ظلت دون تغيير لعقود هي الحاكمة، وبفعل فسادها بات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر في ظل انعدام الخدمات وسوء الإدارة مع بقاء هيمنة ميليشيا حزب الله الموالية لطهران على مفاصل الدولة. أما سوريا التي شهدت حربا مستمرة لسنوات طويلة خلفت دمارا وشتاتا للملايين، لا يزال النظام فيها باقيا وطاردا لكل شيء ينبض بالحياة، وباتت بلادهم التي فروا منها مرتعا لجميع أصناف الميليشيا الإيرانية. ومع بقاء هذه العوامل لن تتوقف رحلات زوارق الموت عبر البحر، فوفقا للأمم المتحدة حاول ما لا يقل عن 38 زورقا تحمل أكثر من 1500 شخص مغادرة لبنان عام 2020، مات الكثير منهم هربا من واقعهم الأليم.